يعني تابعنا مشاهدينا الأعزاء أول فيديو معانا للزميل ساري والمشاهد الرائعة. راح يكون معانا أكيد كمان فيديو راح يعني نتابعه وراح نتابعه بشكل ونتابع تصوير الدرون بشكل موسع أكثر. بدي أشكر أيضا شركة تشيكمينيا اللي ساهموا بالتصوير معانا وبإخراج يعني هاي الفيديوهات وتصويرها بتقنية الدرون زي ما احنا شايفينها. يعطيهم ألف عافية ولفريق عملهم ألف عافية. راح نكمل معاكم بالفيديو الثاني والمشاهد الرائعة لثلوج عجلون والعاصمة عمان بتقنية الدرون. خليكم معنا.